يحصكم يا النشامة، يحصكم يا الأردن، والله بمهاجم مثل يزن عماد وقت اليال قبل البطولة بتغلط قدامي جول، وبالفعل أي غلط قدامه كان جول في هاي البطولة. قوة الشخصية اللي وصل لأكرم عفيف جبارة جدا. في بعض المهاجمين بيقولوا لك أصعب شيء علي هي البلنتي، أنا الانفرادي أسهل من البلنتي، ولكن أكرم عفيف ثلاث بلنتيات ثلاث أهداف ما شاء الله. المنتخب الأردني اليوم ما كان بالجاهزية بتاعه، وهذا الشيء طبيعي جدا، ضغط المباراة، خبرة منتخب قطر كانت أفضل بكتير، بالإضافة المنظومة وصلابة خط الدفاع اللي كنت مراهن عليه بفوز الأردن اليوم ما شفناه، كان خط الدفاع فائت التركيز نوعا ما، وكانت نتيجة التركيز هي ثلاث بلنتيات. أنا بتصوري البلنتيات هم واضحات وصريحات لمنتخب قطر بوجهة نظر المتواضعة، ولكن النشامي قدم بطولة تخلد تشكر كل لاعبين من ياسين أبو ليلى إلى التعمري، حتى المدرب حسين عموتة وحتى الجمال كانت متواجدة بالملعب. شكرا للنشامة، أعطيته جو لهي البطولة ممتاز جدا، كنتوا بتستحقوا اللقب والله العظيم، ولكن خبرة منتخب قطري استاهلت اللقب. ألف مبروك للعنابي، وألف مبروك هذا الجيل للمنتخب الأردني.